أم الحبيبة أختي الغالية، لكل الحجاج الذين يعانون من آلام المفاصل وخصوصا آلام الركبة، هذا المخلوط من الملح الصخري والسمسم والخردل والحلبة والحبة السوداء، وموضوع عليه بقدر أكبر من الأملاح الصخرية، يوضع في جرابة من الصوف ويوضع في الفترة الليلية بعد دهن المفصل بزيت الزيتون، يوضع حوالين المفصل بحيث يشكل منه مشد يضغط على المفصل ويثبت المفصل، ومنه حرارة تعطيك حرارة واسترخاء وضد الآلام بشكل حاد. احنا بنحكي عن عناصر معدنية، بنحكي عن مواد ضد الأكسدة، بنحكي عن تبخير ليلية، حرارة أكثر في المنطقة، دورة دموية أكثر، وتخفيف للآلام على الأكيد مضمونة. فقد يمكن وضع مخلوط من الملح الصخري كأس، الخردل كأس، حب الرشاد كأس، السمسم الغير محمص كأس، الحلبي كأس، حب الرشاد كأس، الحب السودا كأس، كل هذه الأعشاب مع الشومر مع الزعتر كأس كأس، أو أوراق الحمضيات وضعها في جرابة من الصوف وعمل منها رول، هذا يمكن تسخينه على البخار بدون ملامسة المياه ووضعه على الرقبة، وهذا سيعطيكم عملية استرخاء كامل، عملية حرارة، عملية حرارة بسبب المواد الفعالة هذه واللي بتعمل على استرخاء العضلات، اللي هي كلها معادن، كلها لصحة الجلد، كلها لصحة العضلات. وقبل عملية الوضع يستحسن زيت ومرهم فعال جدا لآلام ومشاكل العمود الفقري والتشنجات، مكون من طبعا اسمعوني شوي، هاي في عنا ملعقة من حب الرشاد اللي هو جاردن كريس سيدز، وملعقة من الخل من الخردل الأسود بالطريقة هذه، هذا بنطحنه كمان ملعقة، وكمان حبوب الشيا بنقحم منها ملعقة، مع إضافة ملعقة من الليمون وملعقة من الخل وملعقة من الملح الصخري، وهذا نمزجه مع زيت الزيتون البكر. هذه الزيوت غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والأحماض الأمينية ومواد ضد الأكسدة ومواد امتصاص للسموم وللتشنجات، وبتساعد في تغذية العضلات وتغذية الأعصاب في منطقة أسفل